بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن والاه واتبع هداه وبعد. ورد إلينا سؤال يقول: هل التباعد بين المصلين يؤثر في صحة الصلاة أم لا؟ نقول وبالله التوفيق، من المقرر شرعا لإقامة صلاة الجماعة اتحاد المكان بين الإمام والمأموم واتصال الصفوف وسد الفرج وسد الخلل، فتسوية الصفوف واتصالها ببعضها أمر أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثنا عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من ورائي. فيقول سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه: كان الواحد منا يلصق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه. فتسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وهي سنة من سنن الصلاة ومن مستحبات الصلاة، لكن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحافظ على النفس. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فمن أجل هذا جاز للمصلين أن يتباعدوا في صلاتهم، لأن مقصد حفظ النفس مقدم على رص الصفوف وعلى اتصال الصفوف. والقاعدة الفقهية التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك أيضا القاعدة الفقهية التي تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فدرء المفسدة التي هي انتشار العدوى وانتشار الوباء بين المسلمين وبين الناس مقدم على مصلحة اتصال الصفوف وسد الخلل وسد الفرج. طالما أنهم في مكان واحد، فتسوية الصف ليس من أركان الصلاة ولا من شروط صحتها ولا من مبطلاتها. قال الإمام الكساني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وهو من أعلام الحنفية: لو أن الإمام في المحراب والمأموم خلف الصف في آخر المسجد جاز ذلك. ليه؟ لاتحاد المكان بين الإمام وبين المأموم. لكن مع قولنا بجواز التباعد بين المصلين في الصلاة، إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف، فلا يتقدم مسلم ويتأخر مسلم لأنهم بعيد عن بعضهم، بل ينبغي عليهم أن يكونوا كلهم في صف واحد. وإذا رفع الله تبارك وتعالى هذا الوباء رجع المسلمين إلى ما كانوا عليه من اتصال الصفوف وتسوية الصفوف التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما هو به أعلم، إنه هو الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.